حمو بيكا هاجم النقابة، هو يعني هو على طول بيهاجم النقابة، وده مش عارف ليه أصلا. يعني أنت دخلت مرة وسقطت ومرة تانية وسقطت، هنعمل لك إيه يعني؟ تفتكر يعني إحنا ممكن نعمل نغني بدلك ولا نعمل إيه بالظبط؟ وخلي بالك قبل كده يعني عملنا بلاغ وخد حكم 2 سنين، وبعد كده استاذ هاني وتنازل هو والمجلس، علشان يعني ده في الاول وفي الاخر انسان يعني ليه اسره وكده، فما رضيناش ان يحصل اذيه يعني. انما اعتقد ان لو الهجوم حصل على النقابه ما اعتقدش انها ممكن تتفوت يعني المره دي.